أن عدد درجات الجنة عدد آيات القرآن. الله أكبر. فلذلك يؤتى بحافظ القرآن الذي عمل به ويقال له اقرأ وترقى، اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما حفظ وعمل به، فإن كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به إذا به يجد نفسه بجوار رسول الله. هذا هذا هذه درجته، درجته في الفردوس الأعلى. لأنه إيه؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل الورق، اقرأ ورقل وارتقي، يفضل يترقى 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 لغاية ما سبحان الله العظيم يعني من كرم القرآن. حتى القرآن لما تأتي في القبر يجي الملكين من ناحية رأسه ومن ناحية فمه، لا القرآن يحاججهم يقول لا لقد أسهرته طوال الليل وأنا نهارك، دايما يرتل دايما يرتل. فإن كان حافظا ولم يعمل به لا دي مصيبة يعني. هذا بقى القرآن رب قارن للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر. طبعا ألا يعمل به يحفظ، ولكن لا يجاوز إلا اللسان والأذان، ولكن ليس هناك ترجمة عملية لما يحفظ من كتاب الله يكون حجة عليه. لما يقرأ كده يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. البنك المصرف الربا يعمل إيه؟ تدخر أنت عنده مبلغ، نعم، يعطيك فائدة كام؟ 2%. صحيح. ويقرض أخوك يأخذ منه كام؟ 15%. طيب انت عايز المطفف يعني، والراجل قاعد يصلي في البنك ويقول لك ايه وايل للمطففين. انت تقرا عن نفسك. انت انت يعني تضع الحبل حول رقبتك، هي نفس القضيه. هو انت عايز تطفيف يعني، ما هي تطفيف هو هو نفهم التطفيف في المكيال فقط في التعامل ايضا. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. هو لما يقرض ياخذ 12% و15% و20% وربا اضعاف مضاعف، ولما انت تستثمر عنده يعطيك الفتات. هل هذا من العدل؟ يخسر يعني هو يطفف ويخسر بدل الله يرضى عليه. فيخسر في في فيما فيما يفيدك انت، لانه صحيح. لا يريد لك فائده. هو يمتص لك ان لم تدفع والعياذ بالله يحجز عليك ويشهر بك في الجرائد والصحف مصيبه. فالله حط لنا قواعد، وطالما